احب ارد انا حق الناس وايد ما يفهمون بالازياء، ما يفهمون بالموضة، ما يعرفون، يقول لك لا طالع مفسخه. حبيبي ما مفسخه، المفسخه شلون هي؟ زين بابا، زين فكر، زين اعمى بعد ما تشوف، ما تشوف ان لون جسمي غير لون البطانه. بابا هذا بطانه، بطانه يسمونها بطانه لحميه شوي، يعني لونها لون الجلد يسوونها. نفس الاستاذه حليمه لما طلعت في روتانا ولبست نفنوف لحمي، الكل توقع ان هي مفسخه. طبعا لان هذا، لان في ناس اخرها يعني يمكن اخر شيء بالازياء عندهم يلبسوا فروه، يعني او ان يعني ما يعرفوا شيء في الازياء. فحبايبي هذا الان لابسته بطانه ولست آرية. في واحد عزكم الله حمار دونكي، عشان لازم أقوله بالعربي بالإنجليزي، دونكي بروفيشنال دونكي، كاتب من عيدان سكرانة وطالعة شبع آرية. انزل حياتي بعد عمري فديتك، يا ريتك تدق على الشرطة. يقول الحين أنا قاعدة أنا من الساعة 12، يا ريت والله الشرطة تيلي هنيسكوب تاخذ تسوي عينة من الدم، شوف إذا أنا سكرانة ولا لا. بس أنت حبيبي تحمل ما يجيك، تجيك القضية، لأن هذا تشهير، سب وقذف، إساءة سمعة، فاهم؟ إن شاء الله. وحتى لو تمسح اللي أنت كتبته كبشرت عيوني حبيبي فديتك، يا ريت تنزل أكثر. قلت يعني شلون سكرانة مسافة قاعدة على الهواء؟ يعني أنتوا مشكلتكم إن ثقافتكم هذا اللي يكتب كذي صورة في الكلمة كذي، ثقافته قعدات هو هذا حده. فيقول لك إن الناس نفسه ثقافة فقادة، عند الواحد يكون دمه خفيف أو إنه قاعد يكون مسترسل ويكون على طبيعته سكران، عنده لا سكرانة لا فاقدة لا ما أدري شنو. زين يلا أنا واحد أقول يلا مني للداخلية، خلي الداخلية تيجي الحين وتاخذ عينة من دمي، بعد ما شاء الله الحين في السيارات موجودة التحليل، خليني اشوف اذا انا ما اخذ شيء ولا لا. بس ما اخذ دول حساسيه امانة، بس هذا اللي قاعد اسوي. حبه الحساسيه عاد، حبه الحساسيه بتسوونها سكر، هذا شيء ثاني عاد يعني.